اليورانيوم هو أحد العناصر الطبيعية الموجودة في قشرة الأرض مثل القصدير والمولبيديوم، واليورانيوم هو معدن ثقيل جدا يستخدم كمصدر وفير للطاقة المركزة. ويوجد اليورانيوم في معظم الصخور بتركيزات من 2 إلى 4 أجزاء في المليون، كما يوجد في مياه البحر والمحيطات. ولليورانيوم نقطة انصهار تبلغ 1132 درجة مئوية، والرمز الكيميائي لعنصر اليورانيوم هو يو. يستخدم اليورانيوم في محطات الطاقة النووية لتوليد الحرارة وتسخين المياه لإنتاج البخار. ويتميز اليورانيوم بكبر ذراته، الأمر الذي يمكنه من الانقسام بصورة أكبر مقارنة بالعناصر الأخرى عندما تتلامس الجسيمات غير الذرية والتي يطلق عليها النيوترونات. بذرات اليورانيوم تنقسم الذرات وتطلق طاقة حرارية، ويستخدم على نطاق واسع في محطات الطاقة النووية والأسلحة النووية، ولكنه يحتاج إلى أجزاء لعملية التخصيب. تعمل منجم اليورانيوم في حوالي 20 دولة، وعلى الرغم من ذلك فإن نصف الإنتاج العالمي يأتي فقط من 6 بلدان، وهي كندا وأستراليا والنيجر وكازاخستان وروسيا وناميبيا. كما يوجد بعض الدول العربية التي تمتلك احتياطات من اليورانيوم، ففي هذا الفيديو متابعينا قبل أن نعرض عليكم الدول العربية التي تمتلك هذه المادة، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة، وشكرا جزيلا لكم. في المركز الرابع الجزائر. 30,000 طن من اليورانيوم. تمتلك الجزائر حوالي 1% من الاحتياط العالمي لليورانيوم، وقد سجلت أول اكتشاف فعلي لليورانيوم في عام 1973، حيث تمتلك الجزائر حسب آخر الإحصائيات وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر حوالي 30,000 طن. وقد برزت عدة شركات دولية لإنتاج اليورانيوم مثل بعض الشركات الكندية والفرنسية والأسترالية التي أعلنت اهتمامها بإنتاج اليورانيوم في الجزائر. وتمتلك الجزائر مفاعلين نوويين في ضواحي العاصمة، وقامت الجزائر بافتتاح أول محطة نووية عام 2020، وتنوي بناء محطة جديدة كل 5 سنوات، حيث قامت بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مدني مع كل من الأرجنتين وفرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. في المركز الثالث الأردن. ب 65,000 طن من اليورانيوم. تحتوي الأردن على الكثير من المعادن الطبيعية، وهي من البلدان العربية الغنية باحتوائها على كمية كبيرة من احتياطي اليورانيوم في العالم، والذي يبلغ حوالي 65,000 طن. ومن المتوقع حسب هيئة الطاقة الذرية في الأردن أن يزيد حجم إنتاج اليورانيوم، ومن المتوقع إنتاج حوالي 300 طن سنويا. وسوف تدوم صناعة اليورانيوم لعدة قرون في الأردن، وتعتبر الأردن في المرتبة 11 عالميا في الاحتياط العالمي لليورانيوم. وسيتم إنشاء محطة نووية للاستفادة بتوليد الطاقة الكهربائية. في المركز الثاني المملكة العربية السعودية. ب 90,000 طن
من اليورانيوم. تمتلك السعودية على حوالي 6% من الاحتياط العالمي من اليورانيوم، حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء في نهاية عام 2015 بنشر وجود 7 مواقع لعصر اليورانيوم في المملكة، كما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في عام 2005 عن وجود عنصر اليورانيوم في صخور المنطقة التابعة لمنطقة تبوك. لذلك اتجهت المملكة لاستخدام الطاقة النووية التي تدخل في الصناعة النووية ذات الاستخدامات السلمية والعسكرية، وذلك بغرض توليد الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030. وقد وقامت المملكة بتوقيع عدة اتفاقيات مع بعض الدول التي تمتلك تصريح بناء مفاعلات نووية مثل كوريا الجنوبية والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. في المركز الأول السودان بمليون ونصف طن من اليورانيوم. أثبتت بعض الدراسات عن وجود أكبر مخزون يورانيوم في العالم في مدينة دارفور، وهناك بعض الإحصاءات والوثائق التي تؤكد وجود كمية كبيرة من الثروات الكامنة في دارفور من المعادن اليورانيوم، ويوجد كثير من الشركات التي تهتم باستغلال هذه الثروات. إن احتياطي اليورانيوم في السودان يبلغ 1.5 مليون طن، وهو الثالث أكبر احتياطي يورانيوم في العالم. يتواجد اليورانيوم في المناطق جبال النوبة شمال كردفان، ولاية نهر النيل والبطانة وجبال البحر الأحمر. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة، وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة.